عايز اقول لحضرتك ماذا ينتظر الحكومة الجديدة، ولكن انا مش هقدر اقول كده وبس، لازم نرجع 11 سنة لورا. ولما نتكلم عن 11 سنة لورا، الفترة اللي الثورة قامت علشانها، كان عندنا مشكلة في التعليم، كان عندنا مشكلة في الصحة، كان عندنا مشكلة في الطاقة، كان عندنا مشكلة في الزراعة، كان عندنا مشكلة في كل حاجة، وكنا في حالة عوز، لازم نقول ده حالة عوز شديد. صحيح. مش عاوز ويأتي عادي. يأتي الإصلاح الاقتصادي بفضل قوى الشعب المصري وتوجهات فخامة الرئيس، وبدأت الدولة تتغير يعني من مكان لمكان تاني. خلينا نقول ايه أهم الملفات اللي هنقدر نكملها مع الحكومة الجديدة. طبعا احنا لازم نكون نقول برضو عندنا بعض المشاكل، ارتفاع الأسعار، عندنا برضو بعض المشاكل فيما يخص الطاقة، الأزمة العالمية فيما يخصها طبعا مصر. ايه أهم الملفات وأهم التحديات اللي مكملين واللي الوزارة الجديدة هتكون على عاتقها ان هي تبدأ بيها؟ أول حاجة الأسعار للمواد الغذائية للإنسان المصري. ارتفاع الأسعار. ثانيا، بعد ارتفاع الأسعار قطع الكهرباء. ده لازم يشوف حل نهائي، لازم يتشاف حل نهائي، لأن قطع الكهرباء ده معناها إيقاف حياة المواطن المصري لمدة ساعتين أو ثلاثة. لابد من وضع نهاية لقطع الكهرباء، لابد من ترخيص الأسعار وتسعيرها والرقابة المستمرة عليها ومراقبة التجار. لن أخطئ في حق تاجر أو أقول تاجر سيء أو تاجر جشع أو إلى آخره، هقول أن كل التجار مصريين ومواطنين مصريين، ولكن يجب تحديد نسبة ربح محددة عن طريق الغرف التجارية والشعب المختلفة فيها، ثم إعلانها والرقابة عليها من قبل الحكومة. لازم يتم هذه الرقابة. لو ما تمتش هذه الرقابة يبقى أنا مش بحارب الفساد. لازم أحارب الفساد، ده من ضمن أحد مقومات الحكومة الجديدة. صحيح. القادمة إن شاء الله. دي جزئية. الجزئية الثانية عايز الصحة. الصحة للمواطن المصري عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أنا بتلقى خدمة طبية. هذه الخدمة الطبية لابد أن تكون في سهولة ويسر. مش معقول بعد المبادرات الطبية اللي عملها سيادة الرئيس على مستوى العشر سنوات السابقة، واللي أنهى فيها على فيروس سي، وأنهى فيها على انتظار العمليات، وأنهى فيها على أنواع عمليات كبيرة ما كانتش متاحة أدخلت داخل التأمين الصحي. أنا عايز أقول لابد من أن تعمل هذه الحكومة على إدخال التأمين الصحي الشامل لكل أبناء جمهورية مصر العربية، وليس محافظات محددة. لابد من القريب العاجل. في القريب العاجل أننا نرى هذا، أن أي إنسان مصري يخش أي مستشفى في أي مكان يجد له العلاج دون سداد مستحق.